مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع التلفزيون المصري اليوم، معكم محمد رمزي مؤنس، وتغطية جديدة من داخل محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7، ونظر قضية مقتل شاب على يد آخرين بقرية منشية الجمال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. اتهموه بالسرقة وقتلوه داخل الدوار الخاص بيهم بقرية منشية الجمال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. معاكم أثناء المرافعة ومناقشة المتهمين. يا جمال، جمال، انت والمجموعة اللي كانت معاك دي قتلتم المجني علي رامي المتولي فتحي محمد عمدا مع ساقه لإثارة الترصد، الكلام ده حصل؟ امال ايه اللي حصل؟ ما كنتش انت موجود في اليوم ده يعني؟ انت مالكش علاقه بالموضوع ده خالص يعني؟ امال هو مات ازاي؟ يعني انت اللي مبلغ انت بلغت بايه؟ بلغت بايه؟ انت بلغتهم بايه؟ طب تعال لي كده اسمعك، تعال انا عايز اسمعك، تعال انا مش سامع اصلا. بتقول انت ايه اللي حصل بالظبط في الواقعه اللي عندي؟ تعالى بس خليك دوت عشان بس قدام يعني. الواقعه انا ما كنتش موجود ساعتك في المكان ولا في العزبه نفسها، العزبه ثانيه في فرح وموجود فيه، وفي عندي عليك ناس شاهدت، انا كنت موجود معاهم في الفرح. ما كنتش موجود وقت ما حصلت الواقعه دي تقصد يعني؟ والله وقت ما حصلت يعني. ويعلم الله ما جا امي وابوه عارفين والبلد كلها عارفه ان انا ما كنتش موجود. امال انت بتقول انت بلغت بايه بقى؟ انا حضرت اتصلت عليا بنتي والاتصال عندي مع عليك. قالت لي تعالى يا بابا فين امك ومخروعه جامد. ايه؟ يعني خايفه، شبه خايفه. مخروعه. مرعوبه يعني. مرعوبه. فجيت لقيت الواقعه ومشيت الجمال دي فيها 24 عزبه. ال 24 عزبه يعني بعد اذن عليك بس اذنك في السؤال عشان مش لفظ ربنا يقول تحسنوا بعض. على مينك بصراحه؟ على مينك يا حاج؟ على مينك؟ على مينك موتاكم؟ انا بقول لي معاك 24 عزبه متضررين من هذا المرحوم الله يرحمه، وانا شلت، انا اقسم بالله العظيم لا اعلم ولا ادري ولا وك ولا ادري ولا اعلم ولا ادري ولا وك ولا وك. لو قابلني كل يوم اقول له السلام عليكم في حلوه في حالي، انا صاحب عيال وليا واهل واولاد واهل، واقسم بالله ظلمت اكبر ظلم ابعد الوزير. على مينك بس؟ على مينك؟ على مينك؟ على مينك؟ على مينك؟ على مينك؟ والله يعلم الله ما كنت موجود، واقرب ناس مني ونصر اي حد في القاعه من مشيت الجمال ومن ضاحية يعرف ان انا لا ارضى بغلط ولا ام وابوه المحامي بتاعهم عارفين ان انا ما بقاش بالغلط، وانا كنت موجود وربنا لو سبحان الله ما اقدرش اقول له لان انا ما كنتش موجود، والله ما كنت موجود ولا اعلم ولا ادري بهذا اللي حصل. بالموضوع ده اصلا يعني؟ باي بالموضوع ده من اصله، والوجود والله ما يردني واحد يشك واحد، انا عندي عيال وعندي انا وعندي، انا كنت بستأذن عليك بالنسبه للتصوير. يا معالي الوزير انا عندي عيال. طب اتفضل يا حاج، اتفضل. ثلاث بنات في الجامعه. طب اتفضل معلش. وخلاص انت كويس ان ما فيش، انت الحمد لله ما فيش حاجه النهارده. اتفضل. الله، كنت امبارح ولا اول كنت عملت ايه؟
ثلاث ايام اللي فاتوا دول. بس هي الواقع تستاهل مصر تتصور. طيب ماشي عشان وقتنا بس اليوم يوم طويل النهارده يعني. المدعي بالحال المدني بستاذن المحكمه المؤقره بقالي سنه ونص، هستاذن المحكمه 10 دقايق فقط. لا لا مش 10 دقايق، لا خلينا 5 دقايق. خلينا في حدود الدعوه المدنيه يا معالي الوزير. خليني في حدود الدعوه المدنيه يا استاذ خالد لو سمحت يعني. ماشي يا معالي الوزير. لو سمحت اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلكم حكما أنتم فيما شجر بين هذا المتهم والآخرين وبين ورثة المجن عليه، وجعلكم على هذه المنصة الشريفة، واختصكم الله بهذه الخصة والحكم بين الناس يا معالي الوزير. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. بداية يا معالي الوزير، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. ويقول النبي والآيات في القرآن الكريم تحذر وتمنع وتحذر من قتل نفسه بغير رضا الله معالي المستشار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يطوف حول الكعبة: لزوالك ما أطيب ريحك وما أعظمك لزوالك عند الله سبحانه وتعالى أطيب من أن يقتل مؤمن في سبيل الله معالي الوزير. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واخر حديث هقوله يا معالي الوزير: من قتل معاهدا او ذميا، معالي الوزير، من قتل معاهدا او ذميا لا يشم رائحة الجنة يا معالي الوزير، ما بالك بالذي قتل مؤمنا او مسلما. اقول المحكمة الموقرة والدفاع سوف يتكلم فيها، والمجني عليه الذي لم يصلح الله المتهم الذي لم يصلح الله لسانه الدم عليكم، ما هو هذا المتهم المجني عليه يا معالي الوزير؟ المجني عليه يا معالي الوزير في احدى المرافعات واحدى الجلسات كان يقول انا عمده، لا ابن متهم في قضيه قتل يا معالي الوزير واخذ 15 سنه خالد جمال عيسى سالم. خدوا النقطه الثانيه يا معالي الوزير، ابنه ايضا متهم في قضيه سرقه بلقاء وقضى له 5 سنين يا معالي الوزير، اللي بيقول انا عمده. النقطه الثانيه يا معالي الوزير، انا بقى زي ما بقولهم انا حرامي بقى، لكن ما قتلتش نفسي بغير رضا الله سبحانه وتعالى. المتهم الماسل كان متواجد في صد 45 وانوع عليه يا معالي الوزير في صد 45، قال وكيل النيابه المحترمه الموقره قالت له: ما قولك وقد قررت انك متواجد في حظيره المواشي الساعه 4:30 يا معالي الوزير، في حين ان الواقعه حدث الساعه 5:30. كان متواجد يا معالي الوزير ولا لا؟ والمحكمه لا تسال. كان متواجد عندما حرب وقتل. ياتوا يا معالي الوزير قدام 7 من الشهود قدام منزله بدون رحمه وبدون رأفه، وقصد قلوبهم بدون ذكر الله، قصد قلوبهم يقتلوه يا معالي الوزير قدام بيته. وخد بالك يا معالي الرئيس، بعد ان قتلوه دمه تفرق في الشوارع، ما يرحموش. يجي يا معالي الرئيس هذا المتهم القاسي يقوم يجي على المتهم قدام امه وابوه ويقول يموت زي الكلب. توافر القصد الجنائي والقتل يا معالي الوزير. هذا الرجل رقله برجله امام اعين الناس العزبه اللي كانت بتقول عليه كلمه واحده بس يا معالي الوزير، وانا اسف للمحكمه الموقره، امام العزبه باجمعها زي ما قال 24 عزبه كانوا متواجدين يا معالي الوزير، والكل يمصمص عليه ويبكي على هذا المتهم. انا حرقت وكنت حرامي بط زي ما بقول، لكن ما قتلش يا معالي الوزير امه. شوف يا معالي الرئيس واخد كلمه، يا معالي الرئيس امه تقول حرام عليك يا حاج جمال، سيبوني انا هعالجه، يقول لي هيموت زي الكلب. اكد يا معالي الوزير شهود الواقعه. واخر حاجه تاكيدا على ذلك، الفيديو المرفق بالاوراق يا معالي الرئيس بعد اذن معاليك المرفق، قال فيديو مرفق بالاوراق جاي من المتهمين الخامس والسادس. المتهم الخامس والسادس شاهدوه يا معالي الوزير بعد ان ضربوه في فخذه الايسر وهو يرافض انفاسه الاخيره، ما خدش برأفه. طلبت من المحكمه الموقره القصاص العادل. شكرا معالي الوزير. اتفضل. بعد اذنك الحفظ الصور للمتهم المجني عليه معالي الوزير، اهي هذا هذا المتهم المجني عليه معالي الرئيس. خالص خلاص يا استاذ حفظ المستندات فاقد على الصور بتاعته خاصه بيا معالي الوزير. خلاص الدعوه المدنيه. تفضل يا استاذ. تمام. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم زي ما حضراتكم شفتوا.
مناقشة قضية مقتل شاب على يد آخرين بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. كان الشاب متهم بسرقة طيور من أحد المنازل بقرية منشأة الجمال بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية. قاموا الأهالي بالاعتداء عليها حتى أرضوه قتيلا. معاكم التفاصيل الكاملة ومستمر مع حضراتكم من داخل محكمة جنايات المنصورة. كان معاكم في التغطية محمد رمزي مؤنس. بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.